حريصة أن أجي المغرب بالدرجة الأولى يعني، وزي ما قلت من شوية الزميل ليكي قلت له أنا بتلكك عشان أجي يعني. فدايما كل مرة بيبقى عندي شغل ببقى طب أنا عايز أروح المغرب، عندي أهلي عندي، ببقى نفسي أرجع المغرب، لأنه طبعا في الآخر هو من الحتة اللي أنا يعني فيها أسرتي وفيها بيتي وفيها كل حاجة. فكل ما ألاقي فرصة حد يقول لي في حفلة في المغرب فتلاقيني كده على طول وافقت. وبعدين المهرجان ده بقى لهم فترة طويلة كانوا بيكلموني وأنا كنت بأجل القرار فيه لغاية ما أخذت القرار ولقيت فيه فرصة إن أنا ممكن يبقى عندي فرصة بريك وكده. فجيت منها اشتغلت وشفت وتواصلت مع الناس اللي بحبهم، ومنها كمان جيت المغرب وشفت أهلي يعني. لا هو زي مصر يعني، لما الحاجة بتنجح في مصر بتنجح في الدول العربية كلها يعني، بتنجح في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي كل حتة يعني. وبعدين دلوقتي حتى من زمان يعني الكلام ده، من حتى من البدايات مش دلوقتي يعني، أي حاجة بتنجح في مصر فهي بالتالي بتنتشر في الدول العربية كلها يعني. وبعدين في المغرب هم متابعيني ومتابعين شغلي من أنا طفلة، فاعتقد انه طبيعي ان هم يتابعوا كل اعمالي ويحفظوها كمان لما تبقى حلوه يعني. افتكر انه لما تبقى الحاجه حلوه فبتنجح في كل حته زي ما قلت لك يعني.